الحرب، ولقد تركت سوريا منذ عام ونصف بسبب القصف على منزلنا. عندي 4 إخوة ولكني أذهب للمدرسة وحدي. نعيش مع أهلي في غرفة صغيرة في مدينة ريحانية. اسمي إيمان وعمري 11 عاما. نحن كثير مبسوطين انه نحن جينا، نحن هون كلياتنا هالفريق جينا من كل انحاء العالم مشان نجي نلعب معكم ونعلمكم شغلات حلوه ونشاطات حلوه، رح تتعرفوا على كل هالفريق مشان يشتغلوا معكم ويحبوكم ونتعلم نحن منكم وانتم تتعلموا منا. بقى من هون ليوم الخميس رح نكون مع بعض كل يوم عم نعمل نشاطات، بس اهم شيء انه نحن جينا عشان نقول لكم انه نحن بنحبكم كثير، نحن بنحب سوريا وبنحب اطفال سوريا، وانتم جيل الحريه وجيل المستقبل. إيمان عندي الصغيرة، أصغر وحدة من أولادي، هلأ عم تدرس بمدرسة جيل الحرية. الحمد لله أنه المدرسين كتير مليحين وكويسين وعم يهتموا بالأولاد، عم تدرس هوني بصف الخامس. هلأ بتحب الكتابة، بتحب القراءة، ما شاء الله كتابتها يعني أنه ما فيها أخطاء إملائية. إيمان هي يعني أنه بشوفها بنت بريئة، وهي فقدت أبوها وهي صغيرة، بدها حنية يعني انه من حن عليها خلص هي بتفرح. هون كل شيء غالي بتركيا، والاجار غالي والاكل غالي، يعني ما خلينا اولادنا يروحوا على المدرسة حتى مشان انه نحن نحسن العيش، مشان عيشتنا يعني اثر على حياة اولادي كثير. ماشي يا اولاد، لا تنسوا بعد يومين بدي اياكم تعطوني الوثيقة تبعكم، وفيها بدي اياكم تشرحوا لي شو مشاعركم بنهاية مشروع كرم. طيب اليوم بدي اسالكم سؤال ثاني، مين قال هذه الابيات؟ ليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب. ايمان ابي فراس الحمداني. صحيح مظبوط، شاطرة ايمان. خلال هذا الأسبوع وبالمشاركة مع مؤسسة كرم تعلمت أشياء كثيرة، منها التصوير واليوغا والرياضة والأعمال اليدوية، ولعبت كثيرا. والأهم من ذلك كله تعلمت شيئا مهما جدا، تعلمت إن الحياة في المستقبل تحت وطأة الخوف لا معنى لها. لقد عشت تحت وطأة الخوف في الماضي، لقد شعرت بالعزلة، لكن معلميني وأنتم أتيتم من بعيد لأنكم تهتمون بنا وتعتنون بنا، لهذا عاد الأمل إلى قلوبنا. اليوم بدي إياكم ترسموا حالكم. نعم يا معلميني، هذا الأمل على أيديكم، ونحن بدورنا نرتشف جرعة واحدة لنستمر في مسيرة الحياة.